السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا حضرتك. الله يبارك فيكم. مرحبا. اتفضل. من الأخ الكريم؟ أخ معاذ. معاذ؟ أخرج لسانك في الذال يا معاذ. معاذ. ماشي. نحتاج وسائل من حضرتك. نعم؟ نحتاج وسائل من حضرتك لطلاب العلم. والله أوصي نفسي وإياك وإخواني من طلبة العلم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم الاستكثار والاستزادة من العلم بكتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، والانشغال بذلك وبذكر الله عن القيل والقال والخوض في الأعراض. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. حياكم.